عسلامة. عسلامة ومرحبا. لاباس عليك؟ الحمد لله. شحوالك؟ لاباس. أنا مرحبا بيك مرة أخرى. اخترنا اليوم باش نحكيو على عروسات قبل، كيفاش الطفلة كانت أمها تجهزها ملي هي صغيرة، كانت الطفلة قبل تلم السول، نشوفوها قبل بشهرين بثلاثة هكا تلم في السول، علاش ما عادش نشوفوا حاجات كيما هكا؟ ما هو واحدة شو نقولوا؟ نقول لك إذا بنتك دبيت أنشد أمها شخبيت. لكن الطفلة ملي تبدا هي تتصبى هكا وكل شيء، الأم تبدا كان شديت حاجة هكا فرش، تشبكهولها، تعمل لها شبكة، تطرجهولها، تشيلها أما قرية قمراية ولا كرية، تقدرها فروشيتها، أما كل فرش يبدا فيه جزء مليحف، ملحفة الغطاء وملحفة نتاع المضربة، والمزريات نتاع المخادق، الفرش يكون كامل. وكنا بكري نعملوا نابيت نتاع الصغار نتاع طاولة صغيرة. من وقتاش تبداو تحضروا للعروسة؟ العروسة تبدا مني هي تبدا مازالت هكا يبداو يحضروا لها. أما كي تخطب وكل شيء يوليو عاد يحضروا لها. وقت عاد سي تولي تشبك لها سواري نوم تولي. ما كانوش يشريوا معناها؟ كانوا فما ما كانش محسوب عباد. احنا بنتي تربينا في ستون. نمشيو لسيدي محرز نمشيو نقضين نمشيو نشريو تشري روكاندي تشري للطفلة باش تعملو سورية نوم تبدا حرير تنجم تعملها كالساتان ساتان تاع سواري نوم تعمل دي شامبر تعملهولها تعمل زادا القماش صوف تعملها سدلية صوف تعملها واحد ساتان أبيض والريش نتاعو ابيض تعمل لها في الغبره هذوما تشري لها الدخليني تشري لها الدوزير تشري لها سلابسها النبيت باش ما تستخسش اذا قرب العرس تولي عاد تشري في حاجات اللي هما هذوكم باش توري الزياز نتاعها كانت بكري الطفلة تتخطب كيفاش تتخطب؟ أما في وطية في كل عرس فما كوبلي معناها فما زوز يتعرفوا على بعضهم في العرس لا هي مش هي كانت بكري ما العباد مش بالهمجية كانت بكري في وطية يتقابلوا نساء والبنات الكل هيكا ويلبسوا الفط والبلايز ويتزينوا وكل شيء الأخت اللي عنده أخته ولا عنده أمه ولا خالته تقول لك البنيه هذيك والله عجبتني بنت شكون؟ ماخذه؟ ماخذه ولا ليه؟ يقول لك انا مش ماخذه بنت شكون؟ بنت شكون؟ وتصير الخطبه هو كي يمشي البوش يقول معطيوني وقت تنقل لكم يجي عنده ولاد خوه عزيز يجي الخوه يقول له حاجتك بالبنيه راهو جاو يخطبوا فيها ولا جيرانه كيبدا جيران باهين جيران الساس وجيران باهين ويعرف اللي عندهم ملي ولا صحابه يقولوا لي جاو يخطبوا فيا في البنيه نجم نرجع بيك للماضي وتحكي لنا كيفاش تخطبت انا تخطبت انا ولد عمي انا ولد عمي متسمي عليه منين تولد مني تولد مرت عمي قالت هذه كنتي ملي انت تولدت مني انا تولدت وحبيتوا بعضكم قبل العرس ولا حبوا بعضنا ما لوش خذينا بعض انتم مسمين على بعضكم وحبيتوا بعضكم بينا بعضنا هكي ما يقولوها حب لا يرى الشمس حب مش بحب راهو حب كيما توا حب انسان باش تقدر راجلك خاطر شو بعد العرس وتجيب الصغار يولي كعشره تولي انت الراجل هذاك تعطيه قيمته وهو يعطيك قيمتك مش في دره في هوا عرس ولا هوا خذيه ولا هاي خذيت ولا هاي ليه القدر هو الكل يعني حب من نوع اخر هي حب مش حب انت تويكا حب صحيح يعني وخير حب قبل ولا حب توا ليه حب تويكا كي سقفت الحمية ما تدخل لي دخل ليه كيف هي كيف هو ليه كان بكري
يحكي وما كانش فما خارجه ما فماش قبل وانت معناها عايشه قصه حب مع الكوزان تاعك كيفاش كنتوا تتواصلوا؟ ما فماش العهد هذاك ما فيهوش تكنولوجيا ما فيهوش انترنت، معناها كيفاش كنتوا تتواصلوا؟ يجيكم للدار لأول دعمي ورسائل يعني بيناتكم؟ لا هو ولد عمي وتربينا في الدار. زيدا دار ومن بعد كي احنا خرجنا سكننا في مونفليري خاطر اللي هو وقتها ولا عنده هو يقرا ومن بعد كي قرا وكل شيء ولا عنده تربص في بير البيع نتاع اطفال بورقيبه ووقت يتخرج وكل شيء قال تو باش نعرس وتخرجت ومشينا في البلدان بعاد وكل شيء والحمد لله. معناها انتم تربيتوا قبل ما بعضكم ما حسيتوش انتم كيف الاخوات؟ ليه ليه حسيت ليه مش كيف الاخوات اما شنو انا مقدرته مني هو معانا كل شيء مقدرته فما يلحيت بين الانسان بينك الراجل ولا الواحد وكل شيء انت تقدره وتخاف منه كما انسان كما خوك كما غيره اما تبقينا هو يعطي قيمتك وانت تعطي قيمة ومعنيش كما توت ملغيج ومن البلاد ومن تطيح القدر وما ولا خاطر هاي شنيا ليه كانت الانسان كان بقيمته كان حاجه هكايا انسان بقيمته مش الراجل بقيمته والمراه بقيمتها توا بنيتي تعجرفت بنيتي توا تعجرفت ما عادش توا كيما اعطيه كيما بوه كيما خو كيف توا لا يدخل حتى كي يدخل دارها يتقبح في امها يتقبح في بوها يوليو يلعب هو وبوها في الكارتة يوليو يشربوا هو وبوها يوليو برشا مشاكل توجب بين النسيب ونسيب وبين النسيب تولي تطيح قطر وتولي هكا وهي زادة كيف توا هذا المجتمع اللي قاعد هكا كان بكري بقيمته الواحد الراجل بقيمته كان ما يمشيش لدار يعني حتى كي نقلنا المونفليري ولات بقيمته ما يجيش مش كل دار جزاني بابا حني ولا انا باش نمشي ودار بابا وواحد عاش غاديك وريق كل شيء اما لكن بقيمته الانسان امت لله وان شاء الله الانسان نقولوا بناتنا ان شاء الله يكونوا على حسن ظن وربي ينجيهم ويقوي ساعدهم وانت قوي ساعدك ويجيب لك بخت الرضا ويجيب لك بخت الرضا عايشك يعطيك الصحة. نخليك الكلمة الأخيرة قل يا بنياتي ربي يهديكم يا وليداتي ربي يهديكم وربي يجيب لكم بخت الرضا واعطيو قيمة لروحكم يا ولاد يا بنات راهم بعد تلقاو هاك القيمة هذيك وهاك الفخر المرأة عندها عزة نفس لازم هذيك تكملها عزة النفس ويقعد يخزلها بها الراجل ما تطيحش قدرها عايشك يا حاجة